يقدم لكم هذا البرنامج من طرف مؤسسة دار صانع. الصناع التقليديين عازمين يكبروا. البنك الشعبي مكبروا وجودة عالية في المنتوجات اللي تم تقديمها أمام اللجنة، شيء اللي خلاهم يختاروا الفريقين بجوج للانتقال للمراحل القادمة، واللي من بعد منه مروا إلى اختبار تاني إقصائي. اللجنة خلت لهم الحرية في اختيار طبيعة المنتوج والفكرة بشرط أنه يمثل المرحلة اللي وصلوا لها في المنافسة، ويحاولوا من خلاله يقدموا كل ما تعلموه خلال تواجدهم في المسابقة. للأسف المشارك لهذه غادرنا اليوم هو حسين. ما كتبش انني نتوفق في هذا الموسم هذا، وعادي هذه كتبقى مسابقه. قانون المسابقه هو هذا، واخا ما توقعش غادي نخرج، ولكن خرجت تقصيت. صراحه ما كانتش في بالي كاع نهائيا باش غنتقصى في هذا البريم هذا، ولكن الكلمه الاخيره اكيد كتبقى لكوتش. ولفت صراحه نكون باغمي لي ميور في الجروب، ما كنتش متوقعاها، وكان عندي احساس نقدر نكون انا اللي في الاقصاء هذه المره. وفي هذا البرايم تكريم واحتفاء بالصناعة التقليدية لمنطقة الحوز وموروثها الثقافي، خصوصا بعد الأحداث المأساوية اللي خلفها زلزال الحوز. مرحبا بكم في البرايم الرابع من صناعة بلادي الموسم العاشر. مرحبا بكم معنا في البرايم الرابع من صنعة بلادي. من بعد 4 أسابيع من التعلم والمنافسة، خطوات قليلة كتفصل المشاركين على تحقيق الحلم ديالهم، الفوز باللقب. منذ انطلاق البرنامج هو كيحاول يحتفي بالصناع التقليديين، بالحرف التقليدية وبالتراث الثقافي الغني اللي كتزخر به مختلف مناطق بلادنا، ومن بينهم منطقة الحوز، منطقة اللي عاشت للأسف منذ أشهر حادث مأساوي، زلزال اللي خلف ضحايا واللي أثر على مختلف الأنشطة الاقتصادية اللي من بينها الصناعة التقليدية. اليوم البرنامج بغى يعبر على التضامن دياله بطريقته الخاصة مع المشاركين. مرحبا بكم. ولجنة التحكيم مرحبا. رضوان، علاش اختاريتوا هذه المبادرة في هذا البرايم الرابع؟ فكيف ما قلتي ابتسام، هذا الحدث اللي وقع أنه تأثر معاه المغرب والمغاربة والعالم كامل معنا، والمغاربة تبارك الله عليهم عطاوا واحد المثل للعالم على التضامن وعلى التكافؤ وعلى الوحدة، وهذا شيء شرفنا بزاف احنا يا كمغاربة. وحنا اختارينا هذا التيم ديال الحوز باش حتى احنا مع هاد لي كانديدا يساهموا حتى هما بطريقتهم الخاصه ولو جزء بسيط، ويعبروا على التضامن ديالهم مع هاد الحدث او هاد الاحداث اللي صارت في المنطقه ديال الحوز. وصراحه فاجئونا بالمدار اللي كانوا عطاونا، يعني اقليم الحوز بالنسبه لي واحد الحاجه اللي في القلب. أنا جاي من إقليم الحوز وهذيك منطقتي، وكنعرف الناس تما، كنعرف العادات التقاليد. فرحت حيت غادي نقدروا نبينوا الصناعة التقليدية ديال ديك المنطقة، ويعرفوهم الناس ديال المغرب كاملين وتا الناس اللي خارج المغرب من خلال البرنامج صناعة بلادي، غادي نعرفوا بديك المنطقة. زينب، إلا بغينا نحددوا للمشاركين شنو خصهم يديروا، شنو تقدر تعطيهم من تفاصيل؟ شكرا ابتسام. دونك حنا لي كوتش فكرنا في 3 ديال النقط مهمين بغينا نشوفوهم في لي برودوي ديالكم. اول نقطه ثقافه نتاع الحوز، ثاني نقطه لي فورم جيومتريك اللي معروفين في الحوز، ثالث نقطه الالوان ديال المنطقه. 3 ديال النقاط مهمين زينب اللي خصهم يركزوا عليهم. كاين شي اضافه فاطمه زهره؟ واش كاين حويجات اخرى اللي خص ياخذوها بعين الاعتبار؟ فعلا هاد المرحله صعيبه جدا، وبالنسبه لي كونديدا لانهم تبارك الله دوزوا 3 ديال لي برايم، هذا برايم الرابع، المطلوب منهم انهم يبينوا لي المنتوج بذات جوده عاليه، وما ينساوش مدى الموروث الثقافي ديال هذيك المنطقه الحوز، ويحاولوا يبينوا لنا كاع تكريما لهذوك الحر الصناع التقليديين، يبينوا لنا كاع لي برودوي ديالهم في هذا الارتيكل. نبغي نشوف منطقه الحوز في كل شاك ارتيكل ديال كل برودوي، وكنتمنى لكم التوفيق. امين. خلاصه، شنو كتسنى لجنة التحكيم من المشاركين؟ في ليزيكسيكسيون، في لا كرياسيون ديال هذا لو تيم، يعني خصها تكون واحد الرساله قويه
لتتعبروا منها بالتصاميم ديالكم للمنطقة ديال الحوز، من داكشي اللي طرا من التضامن ديال مغاربة العالم كله ومن داكشي الزوين ديالها. وبطبيعة الحال غادي نركزوا في هذه الرسالة على يعني لو كوتي كرياتيف ديالكم، لي ديتاي ديكزيكسيون ديالكم، وداكشي كاع اللي شفناه في هاد يعني تبارك الله هاد لي بخايم راكم وصلتوا لواحد المستوى عالي، وحنايا متاكدين انكم غادي تحترموا وغادي تخدموا مزيان هاد لو تيم اللي هو مهم يعني بزاف وحد موفق للجميع ان شاء الله. انا بدوري كنتمنى لكم حد موفق. البرايم صعيب، الاختبار ايضا ما سهلش، نذكركم فقط بانه غادي يكون اقصائي، يعني 4 منكم غادي يغادرونا للاسف في نهايته. خليكم مركزين على التفاصيل اللي قدمت لكم لجنة التحكيم، أكيد ليكوتش غادي يعطيوكم تفاصيل أخرى من بعد ما تنتقلوا معهم من ليسباس كخيا، وأنا نقول لكم نتلقاو من بعد. هذه فرصة كبيرة جاتنا في هذا البرايم هذا باش نحضروا ونديروا دي برودوي اون ريلاسيون مع منطقة الحوز. كما تعرفوا هي منطقة غنية لا بالشكل ديالها ولا بالهندسة ديالها ولا بالألوان ديالها ولا بالثقافة ديالها. فالتمرين هو كيخصنا نخلقوا واحد الأوبجي اللي غادي نشوفوا فيه الثقافة والتراث ديال منطقة الحوز. دابا انت من المنطقه بغيتك تعاون لي جون ديال ليكيب وتا لي زوت كانديدا. انا صراحه كنت فرحان بزاف لانه شرفوني بهذه المهمه هذه، وما زادوا طلبوا منا اننا نبينوا المنطقه حسن انا منطقتي. صراحه هذه مفاجاه بالنسبه لي، ما كنتش كنتوقع انه يديروا على الحوز، وكنظن بانني عندي معلومات كثيره عن فيد الاصدقاء ديالي ونتعاون مع الاصدقاء. بغيت انا نشوف برودوي دو كاليتي اللي غادي تحاولوا ديروا فيه هذوك المعالم اللي كاينين في هذيك المنطقه. ما تنساوش بان لو تيم ديال هذا الاختبار هذا هو لارتيزانا رورال دو لوكس، اذا خاص تبان في البرودوي ديالكم بان فاش نشوف هذاك لو برودوي غادي نعرفوا من المنطقه ديال الاطلس الكبير. فلو جيني ديال الديزاينر هو اللي كياخذ واحد المسائل بسيطه اللي الناس كيستعملوها في حياتهم اليوميه وكيخرج منها واحد الاوبجي اخر اللي تتكون عنده واحد القيمه، يقدر يكون طابلو، طبلة، لامب، اي حاجه اللي يمكنها كتبدل لا فونكسيوناليتي لوبجي وكتكون عنده واحد القيمه اضافيه او واحد لا فالور اجوتي. انا نبغي نعرف يعني شنو فكرتوا في هاد لو تام اللي غتخدموا عليه ان شاء الله. انا عارف يعني كل وحده فيكم ولا طوندونس بغيت تخدم عليها، ولكن نبغي تعطيوني شنو الرؤيه ديالكم اللي غادي تخدموا عليها ان شاء الله. نبداو بك حسبي. انا درت واحد البحث يعني قصير باقي عاد غادي نزيد يعني باش نتاكد مزيان من هذه المعلومات اللي بحثت عليهم. غادي نخدم اولا على الالوان اللي اختاريت انايا اللي هي استوحيتها من واحد اللوحه ديال جبل توبقال. باقي كنفكر، باقي ما عنديش شي فكره محدده واضحه، ولكن راني باقي خدام وتنفكر. دونك درت واحد لاغوشيغ صغيره على المنطقه ديال الحوز، عرفت شنو هما لي غوسورس اللي عندهم، علاش بغيتو يخدمو، فكرت كيفاش غادي حنا غادي نهضرو حتى على ليستواغ ديال البلازون، كيفاش غادي نقدر غير المسمى ديال انني غنمسج قصه من ديك البلازون، فكرت اوتوماتيكمون في ان تابلو. مازال عندي دابا 3 لي زوبجي كنفكر فيهم، مازال ما حطيتش اون ايدي سبيسيال. اول ما جا في بالي هو انني نخدم على الالوان اللي ان شاء الله غادي نستوحيها من الطبيعه ديال الجبال ولا ديال الحوز. غادي نحاول، عندي 3 الافكار، كل فكره كتبان لي احسن من فكره، غادي نحاول اني نرتب هذوك الافكار باش تكون الخلاصه على فكره واحده. واش ممكن نربطو بين الثقافه والاستراتيجيه وشي حاجه مع الزلزال، يعني المنطقه قالت الزلزال، ممكن نديرو مثلا لواحات فنيه ولا منتجات فيها تصور ديال الزلزال ولا من بعد الزلزال ولا
انا كنصحكم ديما تكونوا تبقاو في البوزيتيف، ديما تفكروا الايجابي. كنظن بان فهمتيو ليكسيرسيس اللي كما قلنا انه كيتعلق بمنطقه الحوز، فالمطلوب منكم هو انكم تشوفوا هذاك الثقافه ديال منطقه الحوز في الاعمال ديالكم، وهذا نقطه مهمه بالنسبه للاعمال ديالكم، لان غتكون نقطه مصيريه بالنسبه للي غيمشي واللي غيبقى. خصنا لابد نشوفوا هذه النقطه ديال الثقافه ديال منطقه الحوز في الاعمال ديالكم. وحنا باش وحتى حنا خدينا واحد الفكره على الاعمال ديالكم، واحد الفكره بسيطه لانكم بديتو كتطوروها شي شويه، وحنا عندنا لكم واحد المفاجاه باش نساعدكم ان يكون عندكم افكار واسعه او معرفه شامله لهذه الثقافه ديال الحوز اللي هي اصلا معروفه مثلا ليسين دي ليسامبول، الالوان الماتيريو اللي كيستعملوا. عندنا واحد الخرجه، غادي نمشيو للمتحف الوطني للحلي اللي كاين في قصبه الودايه في الرباط، باش بالنسبه للناس اللي كيشتغلوا على هاد المواد يشوفوا اشنو واقع، وحتى نتوما اللي كتخدموا لا ديكوراسيون ولا غدو لا طاب، لان كاينين اللي سيني لي سامبول بيربير، سي تري امبورطون. وعندنا غادي نمشيو من بعد غنمشيو لقريه الفخارين اللي كاينه في مدينه سلا، فهي فيها الفخارين كنشاط رئيسي، ولكن كاين فيها الحنبل، كاين الزربيه، كاين الخشب، كاين بزاف ديال المواد اللي جايه من جميع المناطق المغربيه بما فيها منطقه الحوز. فكنظن بان هذا غيكون واحد لو بلوس في هذا الاختبار باش يعطيكم فكره شامله على هذه المنطقه. وما بقى لي غير نقول لكم الله يعاونكم، الله يوفقكم، وعلى بركه الله. من أجل اكتساب رصيد معرفي يقدر يعاون ويساعد المشاركين في اجتياز التحديات اللي كتكون أمامهم. في كل اختبار اللجنة كتمكنهم بأنهم يتعرفوا ويكونوا رصيد معرفي وأفكار ويستوحيوا من تجارب وخبرات ناس سبقوهم في المجال. السلام عليكم، اليوم كتواجدوا معنا في المتحف الوطني للحلي بمدينة الرباط. هذا المتحف اللي كيتميز بمجموعه من الحلي اللي تزامنها منذ عصور قديمه، واللي بغيت نقول لكم انه كيعكس مدى تطور صناعه الحلي في المدى في المغرب كله، وكذلك غادي تشوفوا بزاف مجموعه من الاماكن اللي فيها الحلي، اللي اطلقوا حلي ديال العروس، اطلقوا الاساليب التقنيات اللي كان كيستعملها الصانع المغربي التقليدي. وهذه الجوله ديالكم في المتحف غادي تمكنكم باش غادي تشوفوا واحد المجموعه هائله مهمه من القفطان المغربي اللي تيعبر على واحد التطور عبر قرون من الزمن، وغادي تشوفوا ايضا لا كاليتي والتطور ديال الصانع المغربي عبر عصور من الزمن. والان غادي نديروا زياره في مختلف الاروقه المتواجده في المتحف. شرحت لي كونديدا التطور ديال القفطان المغربي عبر العصور، وماشي غير التطور ديال القفطان المغربي، راه تطور حتى على حسب الجهات. انا اول مره غادي نزور هذا المتحف ديال الودايه، صراحه عجبني بزاف بزاف، واللي عجبني فيه اول ما دخلت هو هذه اللبسه هذه ديال الجباله، واللبسه القفطان ديال مراكش اللي مخدوم بالموبرا ومخدوم بخيوط من الذهب. انا المولف ديما كنجي وكيعجبني هذا المتحف، كنجي ليه باش نشوف هذوك المجوهرات اللي فيه، وباش نقدر نشوف واحد الحاجه اللي ما شفتهاش في المره اللي فاتت. انا اللي شد الانتباه ديالي، وخصوصا لما شفت المجوهرات ديال العروس ولا المجوهرات ككل، كتلقى ان حاليا كاين تجديد، ولكن دائما محافظين على ديك الاصاله ديال واحد التراث اللي هو مغربي اصيل، اللي كان عنده واحد الحقبه قديمه منذ زمن قديم. اللي بغيت ناكد عليه هو بان هذه الزياره هذه ما كتخش غير الناس ديال لابيمون ولي بيجو، ولكن هي زياره اللي خاص يستافدوا منها
حتى لي زوت كاتيجوري عندك لاغ دو لا تابل او ديكور داخلي. في الاول ملي سمعوا لي كانديدا ديال فن المائده بانهم غادي يديروا واحد الزياره للموزي للمتحف الوطني للحلي، جاو عندي قالوا لي حنا واش حنا غادي نمشي واش ما غادي نديروا فهاد الموزي؟ ماشي شي حاجه عندها علاقه بالفن المائده ولا ديكور داخلي اون جينيرال. وانا نقول لهم بالعكس، راه هاد لا فيزيت هادي راه غادي تمكن ليكم تانسبيغاو بهاد البريم او بريم ماج. كنتمنى بان لاحظتوا خديتوا واحد ليدي على لي موتيف اللي كاينين. عندي ثلاثه ديال لي بوين مهمين بغيتكم تكونوا شفتوهم. عندك اول حاجه بغيتكم تكونوا لاحظتوا لي موتيف ديال لا ريجيون ديال الاطلس، اطلس صغير والمتوسط والكبير. ثاني حاجه الالوان اللي كانوا كيستعملوهم في الارتيزانا ديال جدودنا سنين وقرون من هاد. وثالث حاجه هو المزج ما بين لي ماتيريو. بغيتكم تجيو معايا باش نوريكم ان اكزامبل كونكري ديال هاد لي 3 بوين اللي دويت عليهم. شفنا منتجات هنايا اليوم اللي بهرتنا بزاف، يعني تجي تشوفها المره الاولى والثانيه والثالثه ديما كل ما شفتيها كتبارك. ونظرا كتقول هاد الناس ما كانش عندهم حتى الماتيريال باش يخدموا لي ماشين، اليوم هذا هو الدور ديالنا حنايا يعني ان شاء الله، باش حنا نزيدو نجتهدو ونزيدو نعطيو كل ما عندنا ونزيدو نطوروا في الصناعه المغربيه ديال البلاد ديالنا ونزيدو بها القدام ان شاء الله. أهلاً وسهلاً. في إطار البرايم الرابع قررنا إحنا لجنة تحكيم الكوتش أننا نديروا واحد الخرجة لهذا المركب ديال الفخارين في الرباط، اللي هو معروف أنه مركب شامل تقريباً لجميع الحرف التقليدية نوطامون لابوتري أو الفخار. فكما كتعرفوا أن المغرب الحمد لله عندنا واحد تنوع كبير ديال الحرف التقليدية، من فاس، مكناس، الرباط، طنجة، مراكش ومنطقة الحوز. دونك انا كنشوف بان هاد الزيارة هذه اللي قمنا بها لهذا المكان مهمة بزاف للطلبة ديالنا، لان لو تيم اللي تنخدموا به هو الحوز، او لا درنا واحد لوماج او واحد تكريم لمنطقة الحوز. ومنطقة الحوز معروفة بالصناعة الفخار والزربية والخشب، وهذا المكان اللي احنا متواجدين فيه هذا الشيء كله كاين فيه، كاين بواحد الكسرة وكاين بواحد لا فاريتي مهمة بزاف. وبهذه المناسبة كنترحموا على أروح الناس اللي توفوا الله يرحمهم. الحمد لله ان الامور بدات كترجع لوضعها الطبيعي، والاشغال او الحرف او الحرفيين بداو كيمارسوا عملهم. الصراحه انا تفاجات لانه لقيت منتجات ديال الفخار ما كيتصابوا بواحد الطريقه حديثه بعكس داكشي اللي عندنا حنا في المنطقه ديال الحوز. يعني تمنيت لو انه كان معايا شي معلم من المعلمين اللي كانوا من المنطقه ديالنا يشوف الطريقه باش خدامين هاد الناس، يعني طريقه حديثه. ولكن حنا غادي نركزوا شويه على الفخار كما كتعرفوا، لان الفخار يعتبر من اقدم الحرف اللي مارسها الانسان. انا بحكم ان الحرفه ديالي هي المعدن ما نقدرش نخدم، للاسف ما نقدرش نخدم بالطين، ولكن الطريقه ديال التفكير في الديزاين وكيفاش كيصايبوا غادي نقدر نطبقها انا في مواد اخرى ولا في المعدن اللي كنخدم به انا. عطاني الهام كبير ديال كيفاش كيفكروا خارج الصندوق وكيفاش داروا لي زوبجي كيبانوا اعتيادين، ولا كيفاش كتقرب ليهم كتلقاهم قمه الابداع. التاريخ ديال الانسانيه سجل في الفخار. الا جدنا المعارض ديال العالم كامل اللي كانت ديال الاركيولوجي كنلقاو بان كاينين قطع ديال الفخار اللي مسجله تاريخ ديال الانسان، وتم حل بزاف ديال الالغاز ديال التاريخ خلال قطع ديال الفخار. فلابوتري او الزربيه معروفه بلي سيني لي سامبول بالكثره، لان لا كولتور بربر او الثقافه الامازيغيه معروفه بهاد لي سيني لي سامبول، واي سين اي سامبول عنده المعنى ديالو. دونك كنتمنى فريمون كنتمنى ان لي كانديدا ديالنا ياخذوا بعض الافكار، وهاد الافكار يعاودوا يبلوروها ونشوفوها في الاعمال ديالهم اللي غادي يقدموها لنا في البرايم الماجي. دابا غادي تفضلوا غادي تبعوني باش نمشيو نبداو الجوله ديالنا.
اول حاجه اللي زادت جذباتني هي الطريقه كيفاش كيخدموا الزواقات معايا، وتعرفت على لي بانسو شنو هما النوع ديال الشعر نتاعهم، وقيتو الشعر ديال العود. يوما اكتشفت الطريقه باش كيبدا من الأ حتى للزيت، طريقه صنع الفخار، المراحل اللي كيمروا فيها حتى للمرحله النهائيه. اول مرحله هي اولا استقبال الماده الخام اللي هي لاطيغ. ملي تجي كتبدا بعمليه العجن، دونك تعجنوها حتى دوك الجزئيات ديالها كتماسك مع بعضياتها مزيان. من بعد كتدوز لمرحله الدور، دونك هذاك السيد اللي كما شفنا كدور، قبل كانوا كيدوروها برجل ديالهم، دابا كدور بالضو، وكيعطيها لا فورم ديال الاوبجي اللي بغينا نصابو، سوا فاس سوا طاجين سوا تبسيل سوا الى اخره. من بعد كتدوز المرحله انها كتنشف، كتدخل للفور اول مره كفواحد الحراره قصوى ديال 1000، كتبدا من 100 حتى 1000 كتبقى طالعه تدريجيا، من بعد كتعاود تهبط تدريجيا. ملي كتخرج كتمشي كتحك وكتمشي للرسم، الفنانه اللي كيرسموا او ديزاينر اللي كيرسموا الرسمه اللي هذا، كتخرج عاود كترجع لو فور اون دوزيام فوا، نفس العمليه 8 سوايع، الدرجه كتوصل حتى 1000 وكتنزل. من بعد كيديوها لي ماي، كتدخل في لي ماي وتخرج وكتعاود تدخل في لو فور وكتكون موجوده، وكيخرجوها تحطوها بحال اللي كتشوفوا في هاد لو شوغ. بداية الاختبار ودخولهم للورشات، كل واحد منهم مركز وعازم أنه يقدم كل ما عنده باش يكون في مستوى التحدي اللي قدامهم، ويبرز المؤهلات والموروث الثقافي والحضاري بمنطقة الحوز. الحاجه اللي فكرت نخدم فيها هي زربيه بغبغ، اللي من خلالها غادي نقدر نستعمل بزاف ديال الالوان وبزاف ديال لي موتيف اللي عندهم معنى بالنسبه للناس ديال المنطقه ديال الحوز. هذا الموضوع ديال الحوز مهم بزاف، وكيستحق اننا نصيبوا عليه شي حاجه سبيسيال. هادشي علاش قلت غادي ندير مقبض ديال الشعر، حيت هادشي اللي طرا مؤخرا جمع المغاربه ولمهم بحال كيف هاد الفيلي اللي غادي يجمع الشعر ديال لا بيرسون. فكرت ندير واحد الفيلي اللي غادي يكون فيه لا فورم ديال الخريطه ديال الحوز، وغادي نزيد واحد غيكون بالنقره، وغادي نزيد واحد لي بيتي مورسو ديال نحاس حمر اللي كنعني بهم ديور حمرين رايبين. بالنسبه للقطعه هذه اللي كنفصل انا عليها، عجبوني الالوان اللي فيها اللي هي تسبنيت، كيسموها بالشلحه تسبنيت، اللي حنا كنقولوا لها فتيتوان سبنيه، اللي فيها ثلاثه الالوان، هي فيها الاحمر والخضر والصفر. فحاولت نلعب على هذه الفكره، هذه هي اللي وظفتها في القفطان ديالي، وان شاء الله درت لي واحد اللمسه مزيونه. هذا البرايم اللي سبق، البرايم الثالث خدمت بطريقه اخرى، خديت وقتي كامل باش ندير ديزاين زوين وسهل في لا رياليزاسيون، والحمد لله كانت النتيجه جد مبهره كما شفتوا. خديت الكودكار، انا اختاريت نخدم على واحد المنطقه سميتها اكادير مسباعي، اللي باقي فيها تقنيه ديال اللوح، باقي داك المنطقه كيخدموا بالتقنيه وهادي. وانا كنشوف لوبجي اللي اختاريت وكاع العناصر ديال التصميم داخلين في لو تيم، وغيحتفيوا احسن احتفاء بداك المنطقه خصوصا. صغري كنت كنمشي مع الوالد ديالي للسوق، كان كيستهويني الحريفيه ديال الحداده، كانوا كيجيو للسوق حيتاش كانت تقريبا نقرضات في المنطقه ديالنا الحرفه ديال الحداده، وكانوا كيكونوا غير في الاسواق، وكان كيستهويني كيفاش كيخدموا داك الصفايح ديال الخيل. بلال أبردع، 22 سنة، مدينة الدار البيضاء، الحرفة ديالي هي فن المعادن، جيت باش نشارك في صناعة بلادي الموسم العاشر فئة فن المائدة. تزاديت وكبرت في مدينة تاهلة إقليم تازة، المدينة الوحيدة في المنطقة اللي باقا ناطقة بالأمازيغية. كبرت مورا الباك ودرت التخصص ديالي اللي هو البناء، هندسة البناء، بدا كيرجع لي داك الشيء من الصغر،
وبقيت كنقول كيفاش ممكن نتعلم هذه الحرفه، وكيفاش واش باقي بصح الناس كيخدموها بطريقه تقليديه، واش باقي زعما كيفاش الناس بعدا في هذا العصر ديالنا كيخدموا هذا الشيء. جاتني الفكره باش علاش انا ما نكملش المسار ديالي ونتخصص نيت اللي هو تخصص من تخصصات البناء اللي هو الحداده الفنيه، وكملت المسار ديالي الاكاديمي في اكاديميه الفنون التقليديه بالدار البيضاء، ومن ثم بدات المغامره ديالي في هذه الحرفه هذه. القدوه ديالي في الحياه هما الاب ديالي والام ديالي اللي كنشكرهم بزاف حيتاش كافحوا معايا. علاش هما القدوه ديالي؟ حيتاش هما اللي رباوني وكبروني ووقفوا معايا حتى لدابا الى يومنا هذا باقي واقفين معايا. وفي الحرفه صراحه كيعجبوني بزاف الحداده ديال الولايات المتحده، عندهم واحد المستوى عالي في الحرفه، وبالخصوص واحد السيد متبعهم شحال هذه سميتو سكوت. صراحه الطريقه باش كيوصلوا التقنيات ديالهم ديال البلاد ديالهم ولي ميثود اللي كيخدموا بهم صراحه كيعجبوني بزاف وكنقتدي بهم، وما كنكرهش حتى انا شي نهار نولي بحالو. ودابا راني غادي فهاد الفكره من خلال انني نعرف مزيان هذا المارشي هذا، ومن بعد ان شاء الله علاش لا اللي ندير المقاوله ديالي تكون متخصصه في هذا الشيء. كان تحدي ليا انني نجي لهذا البرنامج اللي تلفازي وداك الشيء وغادي يشوفوني الناس وداك الشيء، هذا التحدي الاول. والتحدي الثاني هو انني نتبارى ونتنافس مع حريفيه من كاع المدن ديال المغرب. واخا الخبره ديالي مازال متواضعه في الحرفه والناس اللي معايا تبارك الله عليهم فايتيني في الخبره، ولكن بالعزيمه والتحدي والإرادة إن شاء الله غادي نوصل لمراتب متقدمة في هذه المسابقة. دابا أنايا في المرحلة ديال التفصال، فصلت هاد التوب اللي كنتيستيو به، ودابا كنحطو فوق التوب اللي غادي نخدم به، ومن بعد ان شاء الله غادي نمر للمرحله ديال اللاقيه. هذه اول مره نخدم بالنحاس، يعني ما عمرني خدمت به. هذه تجربه ليا، ما عرفت واش خايف، ما عرفت واش نقدر نتوفق يعني نصايبها ولا لا. ولا بغيت نسلط الضوء على واحد المسجد في المنطقه ديالنا اللي هو تقريبا اقدم مسجد، كيت مسجد تينمي، واختاريت هذا المسجد اللي نهضر عليه لانه في الزلزال هو طاح واحد الجزء كبير منه. بغيت نسلط عليه الضوء لانه ما كرهش انه يتعاز الترميم ديالي، وفي نفس الوقت انا نعرف بهذا المسجد مادام انه طاح، وبغيت شي تنسى لا ولا درت ليه. ان شاء الله كنشوف انا هذا الموضوع اللي خدام عليه، كنخدم على الكود كو بحكم البريمات كامل اللي دازوا ما توفقتش باش ناخذ الكود كو، ولكن هذا بحد ذاته كنشوف فيه غادي ناخذ فيه الكود كو ان شاء الله. لحقاش فريمون دخل فيه بزاف ديال المفاجات، وكنتمنى حد الموفق ان شاء الله. لوبجي ديالي هو واحد لاطابل اللي غندير فيها بزاف لي ماتيريو بحال النحاس والبوا والكوير. تانسبيريت من لاركتيكتور ديال جهه الحوز، خديت لافورم تشرافه هي اللي درتها في البوا، وندير واحد الغابيل صغير بها حتى هو. بالنسبه للكوير غادي اختاريت الحنه هي اللي غنخدم بها على الكوير، غندير بها دي موتيف ديال جهه الحوز، وجوج جلدات اخرين غيكونوا فيهم واحد لي طابي ديال الجهه ديال الاطلس الكبير والمتوسط والصغير. رضا ابو مسؤول 24 سنه من مدينه الرشيديه، ديزاينر اون كوير سبيسياليتي ماروكينغي، كنشارك هذا العام في الدوره العاشره صناعه بلادي فئه فن المائده. القدوه ديالي هي الوالده ديالي اللي خليها ليا. بدات الاستوار من ايام الصغر، كل ما دخلت للدار كنلقاها في شي كوان في الدار خدامه على طرز ولا على خياطه ولا الرنده، يعني من تما كنت كنقول ان شاء الله راه غنكبر الوالده غنخدموا غنديروا شي ماركت تخدمي معايا نديروا بروجي. من تما بدات العلاقه بالجلد، بدات بالتجاره. كنت كنقول علاش لا شي نهار ان شاء الله اللي يعني خاص حتى انا تكون عندي مارك ديالي باج ديالي شي حاجه ديالي كنخدمها بيديا. والحمد لله دابا بديت شويه، بديت في واحد لا مارك اللي صغيره ان شاء الله راه غاده وكتكبر. بديت كنخدم في دي برودوي بيرسوناليزي لي كليون، عندي كليون ديالي، وكنحس براسي نهار على نهار كاين ان ديفلوبمون، ديما كنشوف الكاليتي كتبدل. بغى اي واحد يبدا اي حاجه واخا صغيره يعني خصو يبدا من الزيرو، والانسان كيبقى غادي وكيتعلم شويه بشويه. جيت البرنامج اليوم ماشي باش نمر مرور الكرام، جيت على التنافس والتحدي وناخذ اللقب ان شاء الله.
دابا القشن يلاه كنرطب شويه في هذا الزيت، كندير له شويه الماء باش يتطلق ويخليني دغيا نحيد الكغاس اللي فيه، باش تبقى عندي الجلده اول حاجه بعدا تكون ترونسبارون كما بغيتها انا، حيت هاد لاكغاس دايره ليا مشكل، ما كدوش لا ليميور اللي بغيت. الفكره ككل هو واحد التاج ديال النقره اصلا، كيديروه الناس ديال الحوس، كيديروه قديم، كيديروه بالدراهم ديال النقره قدامين، فيهم الحجر القديم، فيهم شحال من حاجه. انا حاولت اني نطور هذاك التاج كتكريم للمراه ديال الحوس. الموضوع شاسع، الحر غادي يكون فيه بزاف ديال الحوايج نقدر نطيح في البياج فيه، مي غادي نحاول ندير جهدي ويكون خير ان شاء الله. ومع كل اختبار المشاركين دائما ما كيكون عندهم تخوف من الوقت، من الضغط اللي يقدر يخلق لهم مخاوف كبيره، وحتى في كل مره كيبينوا القوه ديالهم وصمودهم قدام المنافسين، الا انهم في بعض المرات هاد القوه ممكن تحول لضعف. انا واحد الانسانه اللي هي قويه وشخصيه، يعني شخصيه قويه وطموحه، ولكن هذا الشيء ما كيعنيش بانه انا واحد الانسان يعني ما عنديش احاسيس او لا ما كنحش. انا بالعكس كنتاثر يعني في ابسط الامور. يعني هذه الشخصيه واخا قويه ولكن راه هي حساسه بزاف، اللي كتاثر، اللي ممكن اي حاجه بسيطه انها يعني تخرج من هذاك الطفل المجروح. نعم الوليدات ديالي هما النقطة الوحيدة اللي أنني يكون عندي الدافع الواحد أنني نفوز بهاد المسابقة، لأنه أنا ولادي ما كيعيشوش معايا، دونك كنحاول ما أمكن أنني نفوز باش نقدر مثلا نشري دار، باش نقدر يعني نرجع ونجيبهم لعندي باش تكون نوفر لهم ولو غير شويه من داك العيش الكريم اللي حاليا عايشين به، وانا ما بغيتش نجيبهم باش ما نحرمهمش منه. المهم انا اي حاجه درتها كنديرها على قبل ولادي، بغيتهم يشوفوا فيا باللي انا الام ديالهم، واحد الانسان اللي قويه بزاف، واحد الانسان اللي قادره توقف على رجليها ونتجمع معهم تحت سقف واحد ان شاء الله يعني في القريب العاجل. كيف ما كنقولوا الظروف كتحكم، والحمد لله لانها حكمت عليا انني نكون خياطه، لانه احسن حاجه هي هذا الشيء اللي انايا، هذا الدومين اللي انايا فيه. غزلان السباعي، 29 سنه، مدينه القنيطره، خياطه ومصممه ازياء، مشاركه بفئه الزي التقليدي ببرنامج صنعت بلادي الموسم العاشر. جوج ديال الناس اللي تاثرت بهم في الدومين ديالي اللي هما سهام الهبطي وروميو. فاش كنت كنلعب دوك الالعاب ديالي، المونيكات ديالي، كان كيعجبني نلبسهم، كنت كنشد الطريفات ديال الثوب ولا الحوايج قدام كنعاود ليهم في الصالون ونعاود ليهم ونخيطهم بيدي. انا صراحه فاش كنت صغيره كنت عزيز عليا القرايه بزاف، يعني كنت قرايه، كنت باغا نقرا، ولكن الوالدين ديالي ما فحلهمش، وانا فتاة قرويه كيف ما كتعرفوا ان الفتاة القرويه صراحه في واحد القصه كانت مقموعه في القرايه. مهم خرجني الوالد ديالي واضطريت انني نمشي نخدم في الديور، حيت اي خدمه كنخدموها وكتكون بالحلال بالعكس هي شرف ليا، يعني كنت كنشوف راسي غزلان شي حاجه ديال الفاشين، شي حاجه زوينه. طلبتها باش انني نقرا، هي صراحة من حقها لأنه هي جايبة واحدة باش تعاونها ماشي باش تقريها، ولكن اقترحت لي أنني ندير الصنعة، نقوم بالأشغال ديالي المنزلية وداكشي وندير الصنعة. وأنا اختاريت الخياطة لأنه هي اللي كنت كنشوفها قريبة ليا وقريبة لقلبي وعارف راسي غنعطي فيها. السيدة اللي صراحة كنوجه لها تحية كبيرة وكنشكرها من كل قلبي، هي السيدة كنت كنقول لها أنا اختي سعاد، وفعلا اختي سعاد يعني الاخت ديالي الكبيره، علمتني ماشي غير الخياطه، علمتني بزاف ديال الحوايج. كنقول لها شكرا شكرا شكرا، وشكرا لكاع الناس اللي كيكونوا رحيمين بالفتيات اللي بحالي. خدمت في واحد الشركه ديال الكابلاج مده ديال 4 سنين، موراها قررت انني باش ندير المحل ديالي، بديت كنقاد في الماتيريال ديالي وكنأسس راسي. لهم درت المحل ديالي الحمد لله وغدا مزيان. انا جايه للبرنامج ديال صنعت بلادي باش ندي اللقب حيت كنستحق. موضوع مهم جدا، خصوصا من الظروف اللي تعيشوها من هذاك الناس.
تقدر تكون بالنسبه لهم وقف النشاط ديالهم كنشاط ديال الصناعه التقليديه. حنا الدور ديالنا اننا نقولوا لهم ولا نبينوا لهم باللي الحياه ما كتوقفش عند كارثه طبيعيه. الصناعه التقليديه ديما معانا وخاصها تبقى معانا. الحاجه هذه مبادره مزيانه اللي دار برنامج انه التفاته تجميله انه لديك الناس واحتفاء منا بالصناعه التقليديه وبالاحداث المؤخره اللي وقعت عندك الناس. حنا قررنا كصناع تقليديين اننا نستمدوا افكار ديالنا من ديك المنطقه ديال الاطلس الكبير والحوز ونصوبوا شي حاجه اللي عندها علاقه بالموروث ديال دوك الناس والثقافه ديال دوك الناس. وكنتمنوا اننا نتفقوا ولو 50% اننا نبرزوا الثقافه ديال دوك الناس حيت من بحال تلقى التاريخ ديالهم كبير وثقافتهم كبيره بزاف. وحنا كصناع تقليديين فرحانين بهذه المبادره هذه وكنتمنوا المنتوج اللي غادي نقدموا ان شاء الله يعجبوكم يعجبوا لجنه التحكيم ويعجبوا دوك الناس بالخصوص. وكنتمنوا ان هادشي هذا يشجع دوك الناس على القيام بالصناعه التقليديه من جديد وتعود الامور الى مجاريها وترجع الخدمه كما كانت عندهم ان شاء الله. الصناعه التقليديه اللي كنعرف انا اتصلت بهم وقلت لهم بان البرايم الرابع راه كاين احتفاء بالصناعه التقليديه في المنطقه. كانوا فرحانين وطلبوا مني انا نشكر الناس ديال البرنامج. والصراحه انا غنحاول انني نبين الصناعه التقليديه ديال المنطقه وغنحاول انني نبين الوجه الزوين والمشرق في الصناعه التقليديه ديال الاقليم ديالي. في هذه المرحلة من المسابقة وفي إطار المواكبة والتتبع للصناع التقليديين حاملين للمشاريع، المشاركين كانت عندهم حصة حول موضوع تدبير السيولة وأنواع القروض البنكية. مشاركات مشاركي برنامج صناعة بلادي الموسم العاشر، مرحبا بكم في هذا المستر كلاس الجديد. لجرات العادة كتقدم لنا مؤسسة إنشاء المقاولات في إطار المواكبة ديالكم. دونك الهدف ديال هذا المستر كلاس ديال اليوم هي نعرفوا كيفاش ندبروا هذه السيولة ديالنا. عندنا المقاولة ديالي هي هنايا وتيكون عندنا من الجهه المقابله يعني لي بارتنير ديالي اللي هما العملاء ديالي ولا الزبناء ديالي ولا الموردين ديالي لي فورنيسور ديالي. وهاد المصاريف وهاد المداخل النقديه فتيكون التدبير ديالها عن طريق ثلاثه ديال المكونات. تيكون مكون ديال استغلال العمليات، مكون التمويل، ومكون الاستثمار. ثالث حاجه هي السيوله المتعلقه بالاستثمار بلانفيستيسمون. ضروري كتستعملوا واحد الالات، يعني ملي خدمتوا بها واحد المده كان خاص ديك الالات خاصني نبدلها. دونك ملي كنبيع هذاك لا ماشين القديمه اللي كانت عندي ولا هذاك لو لوكال ولا ديك لا فواتور فتيدخلوني واحد الفلوس. تنكلاسيوه هنايا في مداخل الاستثمار. دونك السيوله بطريقه مبسطه هي مجموع ديال العائدات والمداخل النقديه. هذا الكاش فلو ولا رصيد السيوله هو المعطى يعني الاساسي اللي كتبني عليه مثلا الابناك ولا المؤسسات الماليه، الصحه الماليه ديال المؤسسه ديالك ولا ديال الشركه ديالك. شكرا سريد على هذا العرض القيم. في الحاله ديال المقاولات الصغيره ديال الصناعه التقليديه كيفاش الاجر ادي لهاد النقطه هذه ولا هاد لوتي هذا ولا هاد الوسيله ديال ايكونومي ديشيل، وكيفاش نتوما من خلال التجربه ديالكم كتعاملوا مع المقاولات الصناعه التقليديه في هذه النقطه هذه؟ دونك بالنسبه للايكونومي ديشيل ولا اقتصاديه الحجم كما قلت لكم هي واحد الطريقه ولا هي وسيله ولا واحد التقنيه اللي كتعاوني انني يعني نحاول نضاعف ولا نحسن من المردوديه والانتاجيه ديال المشروع ديالي. فكيف ما قلت لكم كنحاول انني نخدم على المراكز ديال القوه ديالي ولا نخدم على الحوايج اللي نقدر انني ندير فيها واحد التغيير بسيط. هاد الحصه ديال الماستر كلاس مفيده لي انا شخصيا حيتاش هذا الموضوع كان كيهمني بزاف وكان عندي تخوف ديال كيفاش نجري المشروع ديالي ان شاء الله في المستقبل. السلام عليكم، معكم جميلة إدريسي، مسؤولة جهوية لتنشيط المقاولات الصغرى. أنا جد مسرورة باش نتواجد معكم اليوم في هذه النسخة العاشرة من صناعة بلادي بالحلة ديالها الجديدة والمتميزة. خدينا على العاتق ديالنا أننا نواكبوا ونشجعوا حاملي المشاريع والمقاولين الشباب في إطار الصناعة التقليدية. يعني شنو هي الحلول ولا العروض البنكية في إطار تدبير السيولة؟ أي نشاط اللي هو حرفي ولا صناعي كيدوز مجموعة من المراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التموين، كتدوز مرحلة ديال شراء المواد الأولية ولا المنتوجات ديالنا،
والتخزين ديالها، مرورا بالمرحله الثانيه اللي هي الانتاج وتخزين المنتوج ديالنا، باش نوصلوا للنهايه اللي هو مرحله ديال التسويق ديال المنتوج واننا ندخلوا الفلوس ديالنا. كنظن انكم مجموعه منكم كيسمعوا المصطلح ديال لو فوندغولمو. شنو هو؟ هو السيوله المتوفره في المقاوله اللي كتسمح لنا اننا نغطيو الحاجيات ديالنا. كاين واحد الاجراءات كتتم على مستوى المقاول ولا المقاوله، ملي كيستنفذ جميع هذه الاجراءات كيضطر انه يدوز للحلول البنكيه، وهما لي كريدي دو فونكسيونمون، هي القروض اللي كتغطي لنا الحاجيات ديال دوره الاستغلال ديال النشاط ديالنا. كل قرض كي ريبون ا ان بوزوا، يعني كيعطي واحد الاجابه لواحد الحاجه اللي حنا محتاجينها في المقاوله ديالنا. الوغ الا كان مثلا زياده في الاسعار، كاين لي كريدي امورتيسابل اللي هما صالحين لهذا الهدف هذا، تاخير في الاداء ديال الزبون ديالنا. في هذه الحاله كاين كما قلنا ليسكونت كوميرسيال اللي هضرنا عليه، اللي هو الخصم، وان البنكه كتسبق لك يعني بصفه يعني فوريه جزء من دوك المداخيل اللي كنتي غتاخذها من الكليان واللي تعطلوا بسبب داك التسهيلات اللي درتي مع الكليان ديالك. اما بالنسبه للشق الثاني له علاقه بالقروض اللي كتمنحهم المؤسسه البنكيه للشباب المقاول اللي بحالنا، وشنو هما العروض المناسبين لكل حرفه فينا. هكا نكونوا شفنا يعني بفكره مبسطه وفكره عامه جميع الحلول والعروض اللي كتقدمها البنكه في اطار مرافقه المقاول ولا المقاولات الصغرى في تدبير السيوله الماليه ديالها. من المهم اننا نعرفوا انواع القروض اللي كاينين، ومنين نكونوا في حاجه ليهم نعرفوا لعند من نمشي ونعرفوا اش من نوع من القرض اللي غادي يناسب المشروع ديالنا. وما بقى لي الا نتمنى لكم حظ موفق في البرنامج صناعه بلادي وفي مسيرتكم الشخصيه والمهنيه. شكرا لكم. ميرسي. مع مرور الوقت المشاركين قطعوا مراحل مهمة في القطاع والمنتوجات ديالهم، وكان ضروري من تدخل الكوتش باش يوجهوهم ويشوفوا نقاط القوة ونقاط الضعف في كل منتوج. السلام غزلان. عليكم السلام. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. نشوفك شنو خدمتي في هذا البرايم هذا؟ أنا خدمة في قفطان هماوي. هماوي؟ هماوي. أها. تأنسبيريت من التربة ديال الحوت اللي هو اللون ديال ودخلت معاه اللون ديال الطبيعة اللي هو اللون الأخضر. هذا عاوتاني بان لي أنا شوية حتى هو طويل. نورمالمون أنا نخليها طويل بحال هكا. وهنا ما نقدش هذاكم. حيت ما عمر الدونتيل اللي كيكون عندنا فيه التشنيف ما يمكن ما عمرنا نقدروا نديروا ليه الدوره ديال الكلوش، داكشي علاش اعتمدت انه يكون صغر من الفوقاني. ما عرف انا ما تيجيني ما غاديش يجي مقاد. انا جربته وديجا خادمه وكنحترم الراي ديالك. جربته وديجا خادمه في بزاف ديال القفاط، وهو كيعطينا بعض الاراء ولكن واش نطبقوهم ولا ما نطبقوهمش كيبقى داكشي الراي ديالنا حنايا، لانه الخلاصه حنا اللي كنتحملوا المسؤوليه ديالها. عطيتها واحد الملاحظه، واخا غزلان يعني راسها شويه قاصح، عطيتها ملاحظات اللي انا بالنسبه ليا تنشوف انهم خاصه ترد البال معاهم. كاينه بحال دابا القضيه ديال الطول، ديال الكمله ديال الطول ديال لابياس حتى من التحت، يعني كاين واحد لو ديباسمون اللي تيبان لي انا كبير. بالنسبه للقفطان ديالي خدمت على تسبنيت اللي حنا كنقولوا لها بتيتوانيا سبنيه، اللي كتميز بها نساء المنطقه بالحشمه ديالهم وبالوقر ديالهم. طبعا خدمت على الالوان اللي فيها لان عجبني اللون الاحمر، وديك ثلاثه الالوان اللي كيكون فيها الاحمر والاخضر والاصفر. هو سين ستيل اسبانيول اوسي ماشي غير ديال لا، ولكن اللي عجبني بزاف هو هاد القطعه هادي اللي كتميز بها الحوزه التسبنيت. أيه. عليها باش خدمت لوتيم ديالي. هي غاده في لو اون فادير في لو موروكان تاج، في ديك لوريجيناليتي في لا كوب ديالها، في لي بوتي ديتاي. عاوتاني عندي ملاحظه على حسب الطول اللي خدمت به. المهم حتى هي قالت لي غادي دير واحد لي زيفور ومازال غادي تخدم على لابياس ديالها، وغادي نشوفوا حتى هي لو ريزلتا فينال ان شاء الله كي غادي يكون في الفيرديك ديال القيم الرابع. انا يا خدمت على موضوع ديال الحوز، درت أيه. الروشيرش وبحثت يعني وبغيت نبعد يعني على اللي خدامين معايا البنات. خدمت على جبل سوبقال. أيه. حاولت ندخل هذوك الالوان اللي كاينه في اللوحه ديال واحد الصوره خديتها. جبل درتي زعما درت واحد الخدمه مزيانه تبارك الله، واحد الفكره
خدمتها مزيان. لي كولور كاين واحد التناسق عندها في الالوان. الملاحظه اللي عندي هو اونيفو ديال لا كوب اللي دارت واحد لي ديتاي يعني زكلاتها صراحه كاين واحد لو ديكالاج. متفقه معك غادي نفهمك علاش انا درت. لا المهم راه كاين هو الديكالاج راه كاين. هذاك الديكالاج ما يمكنليش نمشي خط واحد حيت الا مشيت خط ما غاديش تجيني القمه ديال جبل توب. فهمتك ولكن كان يمكن لك ديري الغط خباج في الدار. يعني لاحظت انه كاين واحد لا بروغريسيون كبيره عند لي كونديدات بثلاثه بهم وصراحه لا علاقه كيفاش كانت الخدمه ديالهم والتصور ديالهم للديزاين وكيفاش رجعوا اليوم عندهم واحد الرؤيه ديال ان ديزاينر يعني ولاو تيفكروا تفكير ديال ان فري فاشن ديزاينر ودعموا. انا صراحه فرحان بزاف لهذا لو نيفو اللي وصلوا ليه كلهم. الناس ديال الحوس اصلا كيديروا هذوك الدرهم لتحت هنا غادي دير هذيك بوحدها الفوق والاخرين غادي يجوا هنا وهذه اللي هنا وهذه اللي هنا غادي تجي بيناتهم واحد السلسله وغادي الصغور غادي تجي هنا. فهمتي؟ الانتاج ما يدخل فيه شي حوايج اللي هما قديم ارتيزانال اللي هما فيهم الحجيرات دوك الريالات اللي كانوا بحال اللي كانوا قبل وهذا ودخل فيهم حتى واحد لاتوش اللي هي صحاريين داخل فيها لو سود مع المهم دخل في لو تيم ديال الحوز بواحد الطريقه جميله. وكل سامبول عنده واحد المعنى وهذاك المعنى كيدلل واحد اللون. هادشي علاش غادي ندير لي بيغ في كل سامبول يكون عنده واحد اللون. يعني بالنسبه لهاد البياسه عندها سامبول وهذه عندها حتى هي سامبول. هذا الاختيار ديالو بالي التحدي بالي انه باغي يوصل واختار واحد لاختيك اللي جامي شفتو بالنسبه لينا حنا ماشي الحاجه اللي معتاده ان كنشوفوها اللي هما اللي بوكل دو غاي مع داك الوشام ديال اللي كانت كدير مع القراويه مع داك لي تروك اللي كيكون في اللوني واعتمد على ديفيرونت بيغ في كل ارتيك اللي هو كيشرح كل وحده كيشرح فيها الديتاي علاش اختار لا كولور ديالها. ركزت لي على الفينيسيون حيتاش الفينيسيون كتبقى هي اللمعان ديال داك البيجو حيت الناس اغلبيه تقريبا ما كيشوفوش الشكل ولا قد ما انهم كيشوفوا داك اللمعان فاش كيكون داك اللمعان زايد على القياس كيتبهروا كيبهرهم وقدر البيجو يعجبهم غير من داك اللمعان اللي تكون فيه. حينت هاد الحادثه اللي وقعات بحال جمعات المغاربه دونك اختاريت واحد لوبجي اللي كيجمع شي حوايج هذا كيجمع الشعر كامل دونك بحال عنده علاقه بالحادثه وكل حاجه وعندها التفسير ديالها وصيبت هذه اللي كتشرح كل حاجه. الارتيكل ديالها قريب النهايه في الوقت اللي هو تقريبا محدد هذا ما كيعنيش ان عندها دي ديتاي اللي ما نقدرش نقول انهم مزيانين او خايبين لحد الان. خدمتو هنايا بالجلد مزيان هنايا درت له هذه الزواقه ديال السبوله وهنا درت له الكتابه الامازيغيه ديال تيويزي. وهذه الكتابه عندها شي معنى ولا غير عندها معنى معنى ديال التعاون. التعاون مزيان بارك الله عليك. وهذا ولاسيز شنو درتي فيها؟ بالنسبه لهنا غتكون بشرويط هو اللي غادي يكون يجلس عليه هنايا لتحت يكون خشب والطبقي كامل بالكوير تخيط كامل بالكوير من هنايا وفي الدار ديالها تكون واحد الخرصه ديال الباب. بحال قلت له مغامر بزاف حيت خدام على بزاف ديال لي ماسير في وقت واحد وقت ما بقاش ليا قال لي واش قدرت توجدها قبل البرايم قلت له تحدي بالنسبه ليا وكنتمنى توفق فيه ان شاء الله. توفيق حاول دمج لنا كنشوفوا مزيان الفكره ديال الديزاين مع الارتيزانا لانه خد مثلا التكنيك ديال بوشرويط لو كوير هو ان ريست فيديل ا سون ميتي. الجانب السلبي اللي انا شايفه كنا ما نقولش عليه سلبي هو شويه معطل كياخذ شي الوقت لان ما كيخش بعين الاعتبار بان هذه راها مباراه وخصو يدخل في واحد الاطار ديال الوقت اللي ما خصوش يتعدى مهراز الرحاه. اش هادشي شنو المفاجاه كتوجد لينا؟ المفاجاه هي غادي نخدموا على حساب فيوس اللي غتكون لا سيبور تاعو هي الرحى وخلاص كيف ما كتشوف الجابات درت الاصفر والاحمر هما السيبورات وهادو هما اللامبات. ما عندي ما نسالك برافو عليك دونك انتيا تي فريمون تي انتيغ لو كونسيبت ديزاين افيك دي برودوي ولا بهاد المواد اللي هي جايبينها من اقليم الحوز. حسن تحدى راسو لان حسن في الاول كان عنده واحد التردد وكما قلتها في واحد البرايم انه ممكن ما داخلش على اساس انه غادي يربح دابا لا دابا كسب واحد الثقه كبيره في النفس ديالو وهذا مهم بزاف لان حنا ككوتش كنا ذكرنا على هذه المساله وتعاملنا معاه بواحد الطريقه انه يكسب ديك الثقه في النفس ديالو ووصلنا للهدف ديالنا وتا هو فاجئني صراحه العمل ديالو مميز ودمج الديزاين مع مواد بسيطه
اللي كنستعملوها في المطبخ ديال المنطقه ديال الحوز. نسجت اون طابي اللي كتريبريزونتي الحياه ديالهم العاديه ديال الناس اللي وقع لهم داك الكارثه الطبيعيه. داكور. انسويت هذا يل ريبريزونت الزلزال اللي وقع لهم. داكور. حنا عرفناهم عن طريق الاخبار ولي جورنال. الجورنال كيمثل لنا الاخبار نيوز. اكزاكتومون اكزاكتومون. باش عرفنا داكشي اللي وقع لهم وكيفاش عايشين. انسويت هما باغمي الحلي اللي كيستعملوا هو اللبان. اوكي. دونك ملي وقع لهم داكشي بحال اللي شفتو حنا تعاوننا معاهم كشعب مغربي كاملين. حنا هما لي سوار لي جينا عندهم لي سوار بلوطو لي جينا لي جينا عندهم. دونك هذا بالنسبه لي كيمثل الامل. هذا الامل اكزاكتومون. التعاون والامل اللي طرا هما غادي مزيان. وكنظن بان سافا تي تري ديفيسيل بور نو. سافا غيكون صعيب شويه علينا حنا كحكم. لان كما قلت اننا ما القرار ما كناخذوش بوحدي. انا ملي كنحصل او لما تعقلتش ناخذ القرار كنستشر مع الزملاء ديالي وهما حتى هما تيديروا لا ميم شوز. ومتاكد بانني غنضطر انني نستشر الزملاء ديالي باش ناخذ القرار لان المستوى فعلا طالع بزاف وما تكون شي مفاجاه عاوتاني. نهاية الاختبار المنتوجات صبحت جاهزة باش تعينها لجنة التحكيم وتعرف الرسائل اللي حاول المشاركين ديال هذا الموسم أنهم ينسجوها في منتوجاتهم. رسائل التضامن والتآخي اللي برزت تلاحم المجتمع المغربي بكل فئاته. وكعادة البرنامج كل سنة كيحرص أنه يدخل الفرحة على واحدة من العائلات اللي محتاجة المساعدة في إطار تحدي خير صنعاء. المشاركين زاروا منزل عائلة سي محمد اللي غادي يتم ترميم المنزل ديالو والمشاركين غادي يساعدوا في هذا العمل الإنساني بالصنعة ديالهم. السلام عليكم. السلام عليكم. صباحكم على السلامة. مزيان ارتحيتوا شوية؟ تبارك الله عليكم. دونك غادي نشتغلوا كاملين جينا لعند هذه العائلة هذه اللي كنشوفوها مورانا وغادي نحاولوا اننا نديروا واحد العمل انساني ونحاولوا اننا ندخلوا الفرحه على القلوب ديال هاد الناس هذا وغنشتغلوا على لا ديكوراسيون ديال الدار ديالهم. والطريقه كيفاش غادي نشتغلوا ان شاء الله غادي نخلي زينب هي غادي تشرح لكم كيفاش غادي نخدموا وغادي نتعاونوا كاملين على هذا العمل. شكرا رضوان. كيف ما قال لنا رضوان هذه مبادره انسانيه ما كاينش تنافس. دابا حنا كاملين غادي نخدموا كمجموعه واحد باش نعطيو ريزولتا واحد اللي هو ترميم والاصلاح ديال منزل واحد. والمهم عندنا هو نفرحوا هاد العائله تفرحونا نتوما تكونوا فرحانين بلو ريزولتا ديالكم. زدتوا في النيفو وصلتوا لواحد النيفو اللي تقدروا دابا تصيبوا وتصلحوا الدار. وانا متاكد بانكم غادي تنجحوا في هذه المهمه. زينب تفضل لك. جو سوي سيغ بان غادي يكونوا تخي كومبيتون متاكد 100% النيفو ديالكم ديجا امبرسيونون. متاكده بانكم غادي تنجحوا وكنطلب منكم تفضلوا معايا باش نشوفوا المنزل ديال العائله. تفضلوا مرحبا بكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا شهدنا مالي الدار اخباركم لاباس؟ الحمد لله الله يحفظك. شي مزيان؟ اهلا. السلام عليكم. لاباس مبارك بخير حاجه؟ لاباس. اش اخبارك لاباس؟ لاباس الحمد لله. اهلا وسهلا. مرحبا بكم. مرحبا بنا عندكم. مرحبا لاباس. شكرا. اهلا اش اخبارك لاباس؟ الله يبارك فيك. مرحبا لاباس. قبلوا علينا. مرحبا بكم. الله يبارك فيك. مرحبا بكم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تنقدم لكم الحاجه البشتاويه. ولد ديالها سي محمد السيده ديالو فاتحه الصغيوره الاميره الصغيوره خديجه. خديجه لاباس. وهاد الشباب ديال البرنامج ديال صنعه بلادي هما اللي جاو وهما اللي غادي يشتغلوا معنا على هاد البيت ديالكم ان شاء الله باش كل واحد عنده التخصص ديالو كل واحد غادي يعطي يد الله ويعاون في هاد البروغرام وهاد العمل ديالنا ان شاء الله. مرحبا بكم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شكرا بزاف. الله يجزيك.
تدخلوا مرحبا بكم. شكرا. مرحبا بكم. شكرا بزاف. تبارك الله عليكم. مرحبا بكم. تبارك الله عليكم. شحال نتوما عايشين؟ شحال بكم؟ انا ثلاثة الوليدات وانا وراجلي ودوزتي. تبارك الله. بالنسبه لي انا المساعده ديال الناس هي حلم اي انسان. باش تساعد الناس هذا جميل وفضل من عند الله عز وجل. اول حاجه اللي اثرت فيا هو لا ستركتور ديال الدار ضعيفه بزاف، دونك غادي تاثر سواء بالشمس سواء بالشتاء، دونك كاع العوامل المناخيه غادي يقدروا ياثروا في الدار بسهوله. اللي أثر فيا في الزيارة هادي هو هاد الناس، الحالة ديالهم بسيطة على قد الحال وقلبهم كبير بزاف، يعني أي حاجة كيحاولوا يعطيو أكثر من جهدهم باش يستقبلوا الناس ويرحبوا بنا أحسن استقبال. وصراحة هادشي أثر فيا بزاف، حيت المغاربة معروفين بالطيبة والجود والكرم ديالهم، وخير مثال هو هاد الناس اللي شفنا هاد النهار، يعني كيحاولوا يعطيو كل اللي عندهم غير باش تكون أنت فرحان ومرتاح بالزيارة اللي درتي لعندهم في الدار ديالهم. الله غادي نقادو ليهم شي حاجه اللي هي اساسيه في حل الدار تقاد باش تولي يعني صالحه للسكن. مرحبا بكم من جديد. من بعد ما انتهى الوقت المخصص لهذا الاختبار، المنتوجات خدات شكلها النهائي، والمشاركين الآن أمام لجنة التحكيم باش يقدموها ويدافعوا عليها. كل واحد فيهم عنده دقيقة، لذلك غادي نبداو بأول فئة، فئة المجوهرات. معك أحمد الهيبة، تفضل. أنا الأول مرة غادي نخدم جوج ليبيج وكبار في الحجم، تعبيرا مني على تضامني المطلق مع هذوك الناس. خدمت واحد ليبيجو مصوب من النقرة الحجر والعود، هذا تاج على شكل هذيك المناطق الجميلة اللي تكون من الجبال وهضاب جميلة بزاف، اللي هو التاج اللي كتلبسه المرأة ديال الحوز. سميت هذا ليبيجو، هو الاسم ديالو ملكة الحوز. الألوان اللي هو الحمر والخضر اللي هو كيعبروا على الوطن، اللي هما التضامن الكلي اللي كان والتكاتف اللي كان جميل جدا من طنجة حتى القوات. والسلام. شكرا لك احمد الهيبه، قدمتي منتوجك او منتوجاتك امام لجنه التحكيم، غادي ياخذوا الوقت من طبيعه الحال باش ياخذوا القرار ديالهم. قبل ذلك نشوفوا المنتوج ديال سندس، تفضلي معك دقيقه. الوغ انا صيبت مقبط اللي كيجمع الخصلات ديال الشعر، كيف ان هذا الزلزال جمع لنا التضامن ديال المغاربه كاملين. درت فيه الشكل ديال خريطه ديال الحوز، ودرت واحد حجر القمر اللي كنقصد به الحب والتضامن ديال المغاربه في هذه الازمه. الا شفتوا هذا المقبط مع الضوء كيبان لكم واحد القلب اللي مرسوم من مورا الحجره اللي كنعجب به هذاك الحب. كاين النجوم اللي كنقصد بهم ارواح الشهداء، كاين الديور حمرين اللي درتهم بالنحاس الاحمر باش ندير لابيل دو لا كولور ديال لاركيتكتور تماك. وهنا درت لاكارت شرحت فيها لا ديسكريبسيون وعطيتهم بعض المعلومات اللي غتشجعهم انهم يشريوا، بحكم انا غادي يكون قبل ان كليون. وشكرا لك. شكرا لك سندس، منتوج متكامل. نمشيو عند اخر مشارك ايوب، تفضل. السلام عليكم. على حسب البريم اللي فات كنت درت خدمت على تام الحوز، كنت درت واحد لابيل ديال واحد لونسومبل وسميتها ما نسيناكمش، ودابا نفس التام حاولت نبدل الفوكاليزاسيون ديالي ونشجع المراه اللي كاينه في الحوز، بحكم ان ديك المراه كيكونوا فيهم الحشمه الا مشيتي لديك المناطق، هادشي علاش لبستها لك حل وسميتو. من ناحيه السامبليسيتي ديال لي بيجو اللي خدمت عليهم، ما بغيتش ندير هذوك لي بيجو تخو شارجي باش ما بقاش في نفس سميتو، ونحاول نبدل من هذاك الكونفورت زون اللي انا فيها. نتمنى من الله يعجبكم هادشي. شكرا. شكرا لك ايوب، شكرا سندس، شكرا احمد الهيبه. هذه فئه المجوهرات. ننتقلوا لثاني فئه، فئه فن المائده.
ثلاثة ديال المشاركين في هذه الفئة أيضا رضا، بلال وهشام غادي يقدموا المنتوجات ديالهم أمام لجنة التحكيم وعندهم دقيقة غادي نبداو معاك رضا تفضل. السلام عليكم، هذه الطابلة التقليدية اللي خدمت اليوم هي اللي كتكون في الصالون المغربي، خدمتها بثلاثة ديال الماتيريو الكوير والكويفر والعود، هذه كتكون خاصة بالضيوف كيحطوا عليها أتاي والحلوة، واليوم الضيوف ديالنا يكونوا هما السكان ديال الجهة ديال الحوز. الميساج اللي بغيت نوصل لهم باللي كنقول لهم باللي باقي كاينه ابتسامه وباقي كاين امل وباقي كاين فرح، هذاك الشيء علاش خدمت بهذا الموتيف اللي كيعني لنا احواش، ودرت معاه جلد خضر اللي كيكون بلدي كيخدموه الناس ديال الاحواش في البنادر ديالهم. سميتها بالسميه ديال اسيس حيت هذا هو الاسيس كتسمى المجمع ديال الاحواج كيكونوا فيه عيالات ورجال، هذاك الشيء علاش الموتيف عندنا في دوكوطي. واخر حاجه نبغي نختم بها هي التسميعه اللي كتبغي توصل واحد الميساج كتقول له باللي ان شاء الله باقي ديما كاينه ابتسامه وامل ونور. وشكرا. شكرا لك رضا، مادام هناك حياه فهناك امل. نمروا عند ثاني مشارك بلال تفضل. اليوم كنقدم لكم مزهريه ازدهار مستوحاه من البيوت او المنازل ديال واحد الدوار عريق في منطقه الحوز اللي سميتو اكادير بن سباعي، دونك اللي هو الناس ديالو مازال خدامين بتقنيه اللوح التقنيه التقليديه ديال البناء. على داكشي انا المزهريه المكعب ديالها الاساسي مخدوم بالتراب المدكوك لو بيزي او اللوح، ومحطوط على بلاتين ديال الخشب مستوحاه ولا مستلهمه من اساسات المضاد للزلازل، وكادر ديال الحديد اللي فيه شكل ديال منزل، منزل تقليدي بأسراك ديالو أو الباهو اللي منه خارجين الوريدات في كاس ديال الماء باش يبقاو فريش، وكتجي مع أغلب الستيل ديال ديكوراسيون، وكتمنى تعجبكم وشكرا. شكرا لك بلال. نمروا عند آخر مشارك هشام ولد المنطقة تفضل. السلام عليكم. أنا أولاً أنا فخور جداً أنني كنت بيناتكم، أنا ولد المنطقة، عشت الفترة ديال الزلزال تما، عشت مع الناس الآلام ديالهم، عشت مع الناس البكاء الدموع، عشت المسائل كثيرة، عشت أيضاً الكرم ديال المغاربة شفتو بعينيا، يعني كنشكرهم على هذا المنبر. بالنسبة للمنتوج اللي هو عبارة عن طبق لتقديم الحلويات، هذا الطبق هذا اللي فيه جوج مواد أولية اللي هي الخشب ديال القرقع اللي في المنطقة والنحاس. بالنسبه لهذا الطبق هذا حاولت انني نبرز فيه واحد المعلمه التاريخيه اللي عندنا في المنطقه واللي كتعتبر جوهره في اقليم الحوز اللي هو مسجد تينمل. هذا المسجد هذا اللي كتعتبر ارث تاريخي اللي تبنى في عهد الموحدين في القرن الثاني عشر. هذا المسجد هذا اللي بناه صناع تقليديين ديال المنطقه وبرزوا فيه المهارات ديالهم في البناء في النقش في الزخرفه. صراحه هذا المسجد هذا للاسف انهار في الزلزال واحد الجزء كبير منه. انا بغيت نهضر عليه لانه كنت كنتمنى انه يتعاد يتبنى، ولكن الخبر الجيد انه المسجد غادي يتم الترميم ديالو في القريب العاجل، وكنتمنى انه يكون كما كان او احسن. وشكرا. ان شاء الله اكيد مسجد تينمل غادي يتم اعاده الترميم ديالو، وحده من المعالم اللي كنفتخروا بها في بلادنا وجوهره من جواهر اقليم الحوز. شكرا لكم ثلاثه رضا بلال وهشام، وغادي نمروا للفئه الثالثه فئه اللباس التقليدي. ثلاثة ديال المشاركات فئه اللباس التقليدي شيماء غزلان وحسبيه. تفضلي شيماء معك دقيقه باش تقدمي المنتوج ديالك. بالنسبه للقفطان ديالي صممته عن حب لانه كيرمز لمنطقه الحوز، وضفت فيه تسبنيت اللي معروفين به نساء المنطقه اللي فيه عده الوان منها الاحمر والخضر والصفر. بالنسبه للوضع اللي تعرضوا له مؤخرا من كارثه الزلزال وضفته في هذا لاكوب اللي عملته في الجوم. بالنسبه للسانتور خدمت هذا الخط متصل لان كيعبر على التضامن ديال المغاربه كاملين باش نكونوا يد واحده ونتضامنوا مع نساء هذه المنطقه. وبالنسبه للتسبنيت عبرت بها على الحشمه بنساء ديال المنطقه، وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لك شيماء، بالتوفيق. ثاني مشاركه غزلان تفضل. بالنسبه ليا انا خدمت قفطان هناوي باش
كيعطي قيمه كبيره للقفطان ويكون كيشرف هذه المنطقه ديال الحوز. اول حاجه اختارت اثواب فخمه فحال المبرا حرير والدونتيل حرير، اللي الدونتيل اصلا ما كيستغناوش عليه النساء ديال المنطقه ديال الحوز. ومن خلال البحث ديالي العميق اكتشفت انه اللوبان، يعني تقريبا كاع النساء ديال الحوز كيلبسوا اللوبان. انا حاولت نخدمه بطريقه اخرى، يعني ما يكونش كاكسسوار، خدمته وضفته في القفطان ديالي. حاولت انني نخدم بالصفيفه الملكيه العريضه، وما نسيتش حتى الشمر ديالي في الظهر، حتى هو رصعته باللوبان باش يجي الغابيل في القفطان كامل. شكرا لك غزلان، بالتوفيق ان شاء الله. واخر مشاركه في هذه الفئه حسبيه، تفضلي. في القفطان ديالي انايا خدمته عباره عن لوحه فنيه، بغيت نتحدى راسي في هذا الاختبار ونخرج من منطقه الراحه اللي ديما كنصمم ونخيط قفاطن عاديين. اول حاجه خديتها هو خدمت على جبل توبقال، حاولت انني نجسد هذيك، هنا كاين الاشجار، هنايا كاين هذيك البنايه، خدمتها بالتفاصيل ديالها قطع صغار ومن بعد ركبتهم. هنا بعد هذيك البنايه كيكون الثلوج، وقت الثلوج كيعطي واحد المنظر يعني مريح للنفس. في القمه ديال جبل توبقال هي هذه جسدتها، هنا كتكون اشعه الشمس وقت الغروب هنايا. وهنايا خدمت باللون الازرق السماوي اللي هو لون السماء، وباش يكون هذاك الشيء خفيف ظريف، وان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. شكرا للمشاركات الثلاث، شيماء، غزلان وحسبيه. نشوفوا اخر فئه، فئه الديكور الداخلي. ثلاثة ديال المنتوجات مختلفة، ثلاثة ديال المشاركين غادي يحاولوا يقدموها ويدافعوا عليها أمام لجنة التحكيم، والبداية معك توفيق، تفضل. تنقدم لكم تيويزي. تيويزي اللي هي كلمة بالأمازيغية كتعني التعاون والتضامن، الشيء اللي كنلمسوه بزاف عند الناس ديال الحوز. مثلا إلا بغى شي حد أنه يحصد الأرض ديالو أو يحرثها، كيتجمعوا كاملين باش كيعاونوا ديك السيد هذاك. نفس الشيء كنطبق على النساء، إلا بغات شي مرأة أنها تصوب زربية أو بشرويط، كيتجمعوا كاع النساء وتعاونوها، يعني كيديروا منتوج واحد على شكل جماعة. وبالنسبة لهذا الموتيف هذا ديال الجلد اللي هو كيجي على شكل سنبولة، السنبولة اللي كترمز إلى التكاثر والازدهار، والشيء اللي كنتمناه أنه يجدد عند كل الناس إن شاء الله وترجع المياه إلى مجاريها. بالنسبة لهذ الرجلين ديال الخشب اللي من الأمام، فهما مستوحين من الطبلة المغربية التقليدية اللي ما خطاو حتى شي طبلة في المغرب. وفي النهاية كنتمنى أنني كنت وفقت ولو في الوسط جزء بسيط من الثقافة ديال دوك الناس، اللي هي ثقافة كبيرة وكبيرة بزاف، وصعب علي أن نحصرها في دقيقة المكانة. وشكرا بزاف. شكرا لك توفيق، كنتمنى لك التوفيق. رقية، ثاني منتوج في هذه الفئة، فئة الديكور الداخلي، تفضلي. أول حاجة كنبغيو نترحموا على كاع الناس اللي ماتوا الله يرحمهم. بغيت نشكر كاع الكونديدا اللي كاينين معايا، وكنتمنى نكونوا قدرنا أننا نجسدوا المساهمة ديالنا من خلال المنتوجات اللي صوبنا للضحايا المنطقة. بالنسبة لي أنا فكرت في دو كوتي، كوتي ديزاين وأرتيزانال أون ميم طون. الكوتي ديزاين صايبت أن غيدو اللي عبارة عن طابي، اللي هو عبارة عن حكاية. من هنايا كانوا الناس ديال ديك المنطقة عايشين في سلام، في تضامن وتأخي، قبل ما يوقع لهم الزلزال اللي مثلتو في القصب اللي عندهم في الواد ديالهم. من بعد جاوا لي ميديا اللي عرفونا بالناس ديال المنطقة كيفاش عايشين، كيفاش دايرة المعيشة ديالهم تما. هما بطبيعتهم انهم عبارة عن مثلتهم في كلية ديال اللوبان اللي كتميز به ديك المنطقة. للأسف ملي جا الزلزال تشتتوا واحد شوية اللي مثلتوا هنا في العقيق، ولكن الحاجة الزوينة في هذا الشيء هو التضامن اللي بان من وراء الكارثة الطبيعية، التضامن ديال المغاربة كاملين اللي بيناه للعالم كامل، وتعم الأفراح اللي مثلتوا بالثوب ديال السبنية اللي تعني عندهم الأفراح والأعراس. وشكرا. شكرا لك رقية. لكل منتوج قصة، كيحاول كل مشارك أنه يقدمها من القلب باش توصل لكم وللجنة التحكيم. آخر مشارك في هذه الفئة وفي الفئات الأربع، حسن تفضل. السلام عليكم. الموضوع اللي تعطانا من خدمة عليه هو باش نعبره
الحكم تاعنا المنطقه تاع الحوز، وحاولت نشوف شنو هما القطاع اللي ما كتستغناش عليها المنطقه تاع الحوز، اللي هي الرحه اللي خدمت بها البنيه التحتيه وزيت بها النحاس، هو ما كيستغناوش على ديك المنطقه لا بالنسبه للنحاس الاحمر ولا بالنسبه للنحاس الاصفر، ودرت لامبات اللي هما على المراس حتى هما ما كيستغناش على ديك المنطقه تاع الحوز، وحاولت ندخل هذا المنتف هذا اللي كيديروا له الشام اللي كيكون عنده علاقه مع الام مع بنتها، وهكا قدرت نحصل على المنتج نتاعي لام، وكنتمنى يكون عند حسن الظن تاعكم ان شاء الله. تبارك الله عليكم حسن، رقية، توفيق، منتوجاتكم غايه في الروعه من طبيعه الحال. المهمه غادي تكون صعبه جدا عند لجنه التحكيم، ماشي فقط فئه الديكور، في الفئات الاربع غادي نتلاقاو بعض لحظات باش نشوفوا نتيجه هذا الاختبار. في هذه المرحلة من المنافسة المهمة ديال لجنة التحكيم كتكون معقدة وصعبة جدا، أدق التفاصيل هي اللي ممكن تخلق الفرق ما بين مشارك وآخر. اليوم كلكم قدمتوا منتوجات ذات جودة عالية، تقنيات مبهرة، والأهم من هذا قدمتوا رسالة تضامن واضحة وجميلة، فممكن تكونوا فخورين بنفسكم. وأنا بغيت أولا نحيوكم قبل ما نمروا للنتيجة. غادي نبداو بأول فئة، الفئة ديال اللباس التقليدي معك أمين، وقبل من كل شيء أعطيني تقييم للمنتوجات الثلاث ديال المشاركات. أولا تنحييكم ثلاثة بكم، يعني وصلتوا لواحد المستوى اللي هو جد 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 جيد. ثلاثة بكم يعني احترمتوا لي تيماتيك اون جينيرال، ولكن كاين اللي احترم لا تيماتيك اكثر، وكاين اللي تقل الخدمه ديالو اكثر، وكاين اللي عنده واحد التكنيك اللي وظفهم مزيان، ويعني الاختيار صعيب صعيب بزاف، يعني ما وصلنا لواحد المرحله اللي حنا براسنا يعني تيصعب علينا يعني فاش نشوفوا هذا المستوى اللي وصلتوا ليه. وكاين واحد لو كود كور، ولو كود كور هو لو كود كور ديال هاد لو برايم ديال الحوز هو تيرجع لشيماء. هانئا لك شيماء، لثالث مرة شيماء في المنافسة كتحصل على لو كود كور. فرحني وشجعني بزاف، يعني هذا كيحمسني أكثر أنني نزيد نعطي أكثر ونعطي إن شاء الله أحسن ما عندي. أمين للأسف وحدة من المشاركتين غادي تغادرنا اليوم. خديت واحد لي ديتاي وخديت لا كرياتيفيتي ديالكم، وكما هضرت يعني تف كيفاش الواحد يعني فهم لا تيماتيك وعرف كيفاش يخدم لا تيماتيك ديالو. وكاين يعني وحده فيكم غادي يعني للاسف غادي تغادرنا، واللي غادي تغادرنا هي غزلان. غزلان للأسف المنافسة كتنتهي. بالنسبة ليك ومغامرة صناعة بلادي اليوم، أمين شنو تبغي تقول لغزلان قبل ما تغادرنا؟ غزلان تبارك الله دعما دارت واحد العمل يعني اكسبسيونيل، يعني ولكن حنا كحكم يعني خصنا نكونوا عادلين ونكونوا يعني شفنا يعني كاين واحد لي ديتاي، كاين واحد المنتوج اللي يعني كاينين دي فايك. تعلمت روح المنافسه، تعلمت انني نخدم بكل روح رياضيه ونعطي اقصى ما عندي. نمر الان لثاني فئه، فئه المجوهرات، تفضلوا. فاطمه زهراء، قبل ما تعطيني الكود كور ومن طبيعه الحال اسم المشارك او المشاركه اللي غتغادرنا، نبغي نعرف تقييمك للمشاركات الثلاث. فعلا ملي كنوصلوا لهذه المرحله كيكونوا حنا صراحه جد متاثرين اكثر منكم. اللي بغيت نقول لكم ما شاء الله عليكم، عجبني الجهد ديالكم والخدمه ديالكم كانت في المستوى جيد جدا، وعجبني مدى التطور ديالكم من البرايم للبرايم للبرايم، يعني وصلتوا لواحد المستوى اللي انا فخوره بكم جدا، والخدمه ديالكم ما شاء الله زعما وصلت لواحد النيفو اللي انسان تيقول لانه كاين واحد لا كرياسيون، كاين لو طرافاي اللي هو في المستوى التقني، مستوى كيكون ضروري كاين استثناءات كما قلت لكم، بدا يكون واحد الاستثناء في لو طرافاي
للاسف مي تبارك الله عليكم كلكم مزيان، يعني اللي بقى او اللي مشى دائما راه وصل لواحد المستوى اللي هو مزيان. بالنسبه لي في هذا البرايم الكود كور ديالي هو ايوب. ايوب برافو، هنيئا ليك. ايوب هو الكود كور فئه المجوهرات في هذا البرايم، كيكون ضمن التاهل ديالو للبرايم التالي. كتبقى سندس واحمد الهيبه جوج ديال المبدعين اللي عندهم مستوى عالي برزوه من البرايم الاول نقدروا نقولوا. انا ما نبغيش نتحط في بلاصتك فاطمه زهره بصراحه، ولكن للاسف قانون المسابقه كيحتم اختيار واحد منهم باش يغادرنا. شكون غادي نودعوا اليوم فاطمه زهره؟ هذا هو قانون مسابقه اللي بغيت نقول لكم، اللي وصل لهذا المستوى دوك راه مستوى مزيان. اللي غادي يغادرنا او اللي غتغادرنا في هذا البرايم كاين استثناء، انا حتى واحد فيكم ما غادي يغادرنا في هذه المرحله، وهذه مفاجاه كبيره. سندس واحمد الهيبه بجوج غادي يمروا معنا للبرايم الموالي. هاد الاستثناء عندي لان الخدمه ديالو تبارك الله كانت كلها معبره وكلها طرافاي اللي هي متقونه، لا بالنسبه للتقنيه لا بالنسبه للجهاد ديالهم في الطرافاي. تنتمنى يتوفقوا، مع العلم ان ان شاء الله في البرايم الجاي جوج اللي غادي يغادرونا. استثناء في فئه المجوهرات كيف ما قالت فاطمه زهره، لانه المنتوجات كانت الجوده ديالها والتقنيه ديالها عاليه، فما قدروش يختاروا مشارك او مشاركه اللي غادي تغادر. هنيئا لكم ثلاثه، ونمروا للفئه الثالثه فئه الديكور الداخلي. معك رضوان تفضلوا، المساله صعيبه ايضا عندك رضوان. توفيق، رقيه وحسن بثلاثه قدموا منتوجات غايه في الروعه. كيف انتاجك المستوى ديال المشاركين الثلاث قبل ما تعطينا الكود كور واسم المشارك او المشاركه اللي غتغادر؟ انا بالنسبه لي شخصيا ثلاثه يستاهلوا الكود كور، لان تبارك الله عليكم عطيتونا ان ترافاي دو كاليتي، vous avez compris l'exercice، فهمتوا التمرين مزيان، الله يعطيكم الصحه. كل واحد عبر على التضامن ديالو بالطريقه ديالو، شفنا المنطقه ديال الحوش، شفنا الافكار جديده، شفنا تكنيك جديده، فكل واحد فيكم عبر بالطريقه ديالو. داكشي علاش قلت بان كلكم غتستاهلوه، ولكن غادي نضطر انني واحد اللي غادي نعطيه ليه. ف لو كود كور ديالي او لا فلا كاتيجوري ديالي لهذا الاسبوع او لهذا البرايم هو رقيه. هنيئا ليك رقيه. كود كور هو واحد الحمل على العاتق ديالي اللي خصني نبقى محافظه على النيفو اللي انا فيه، ولا نعطي ما احسن منه اللي برايم الجايين. رضوان، توفيق، حسن، واحد فيهم غادي يودعنا اليوم، شكون؟ يمكن غناخذ الوقت بزاف باش نجاوبك، لان فعلا القرار صعيب، ويمكن حتى على الوجه ديالي راه تتبان بانني النتيجه اللي غادي او القرار اللي غادي ناخذه غادي يكون صعيب، ولكن في الاخير هذه لعبه وكيخصنا ناخذوا القرار اللي غادي يغادرنا في هذه المرحله هو توفيق. توفيق للاسف مغامره صناعه بلادي كتنتهي اليوم بالنسبه ليك، قدمتي منتوجات رائعه. واخصك باش كان مفاجئ، كان بالنسبه لي صدمه، حيت ما كنتش متصور وداكشي اللي كنت عارف غير هادشي هذا اللي وقع. يعني مسابقه ما تقدرش تعرف شنو غادي يوقع، كيكونوا بزاف ديال المفاجات. بطبيعه الحال انتم كتشوفوا الاصدقاء كي يصعب عليهم يتفرقوا، فمن بعد اربعه ديال الاسابيع ديال المنافسه صداقات واخوه واحد التلاحم زوين كنشوفوه من بين المشاركين. هنيئا لكل المبدعين اللي وصلوا لهذه المرحله من طبيعه الحال من المنافسه، ونهايتها ما كتعنيش نهايه الابداع، بالعكس فهي بدايه جديده. اخر فئه، فئه فن المائده، معك زينب. ثلاثه ديال المشاركين بثلاثه قدموا منتوجات رائعه، الاختيار غادي يكون صعب، ولكن قبل قل لي شنو الراي ديالك في المشاركين ثلاث او المنتوجات الثلاث زينب. ك
كنظن بان الراي ديالي غادي يكون واضح على حسب النيفو اللي وصلت فيه. كنظن بان الناس ديال الحوزه يكونوا فخورين بزاف بالمنتوجات اللي قدمتوا لهم. كنشكركم انا شخصيا ككوتش وكلجنه حكم لانكم سمعتوا لي كونساي ديالنا وبانوا لينا في لي زوبجي. فريمون برافو برافو. تقدروا تصفقوا على راسكم ثلاثه ليكم. قانون المسابقه كيطلب مني واحد لو كود كور واللي هو رضا. هاني انا رضا. ضمنتي مرورك للبرايم الموالي، مبروك عليك. حسيت بلي انا هذيك التمارين اللي ضربت وهذاك المجهود كامل وهذاك ستريس، وكل ما دزتي من برايم كل ما كتزيد تقصح القضيه، وكل لي كونديدا اللي معك حتى هما كيزيدوا يطلعوا النيفو. بلال هشام، جوج ديال المشاركين اللي بينوا على مستوى عالي، ولكن للاسف واحد فيهم غادي يغادرنا اليوم. شكون؟ صعيب صعيب بزاف. النيفو ديالكم بجوج طالع بزاف، المنتوجات اللي قدمتوا لينا رائعين، ولكن مالوغوزمون اختيار الدرع على واحد لو ديتاي واللي هيغادر فيكم اليوم هو بلال. فخور انني ليكيب اللي ربحت معاه نهار الاول في برايم وصلت معاه حتى لهاد ليطاب، وبطبيعه الحال هما احسن مني. لو ديتاي اللي خلاني نختار بلال هو واحد لو ديتاي تكنيك كان في لا ميثود ديالو، في لا ميثود دو بليزي اللي بعدا كنشكرو بزاف، بان خدا تقنيه اللي كتستعمل في الحوز وهي الضغط على التراب حتى يولي تيعطينا لا كونستركسيون اللي بغينا. لكن ما عرفتش واش الوقت، ما عرفتش شنو طرا، ولكن بانوا لي شقاق. دونك هذاك لو برودوي ما يقدرش يتباع بحال هكا، فيه ان بيتي ديفو تماما. حنا قلنا باللي في هذه المرحله من المنافسه ومع المستوى ديال المشاركين كاملين اللي بقاو حتى اللي غادروا، التفاصيل بسيطه، يعني بعض المرات خاصكم تتحققوا بزاف باش تقدروا تلقاو شنو الفرق ما بين منتوج واخر وشنو الفرق ما بين مشارك واخر. تسعود ديال المشاركين ممكن تفرحوا، واخا نتوما بطبيعه الحال كيبقى فيكم الحال على الاصدقاء اللي غادرونا، ولكن ممكن تفرحوا بريوسكم وبالمستوى اللي وصلتوا ليه، وايضا بتاهلكم للبرايم الموالي. هنيئا لكم سعود. غير وجدوا ريوسكم، المرحله المقبله غادي تكون اصعب من هذا. وجدوا ريوسكم حتى انتم، لان المهمه غدا وكتصعب بالنسبه لكم. شكرا لجنه التحكيم، شكرا لكم مشاهدينا. واصلوا دعمكم وتشجيعكم للمواهب المغربيه المبدعه في الصناعه التقليديه. تتبعكم صناعه بلادي، نتلاقاو الاسبوع المقبل. في البرايم المقبل الاشغال داخل منزل ديال عائله سي محمد غادا تبدا، والعمل ديال المشاركين ايضا، اختبار اللي غادي تقسموا فيه الجوج ديال الفرق، وغادي يديروا كل ما جهدهم باش يعاونوا هاد العائله ويفرحوهم. كان الحلم ديالي نشارك في هذا برايم، وانا فرحانه بزاف. ان شاء الله غادي نحاول نخلي البصمه ديالي في هذا المنزل. نتمنوا باش نوصلوا داكشي اللي بغينا في هذا البرايم، ونرسموا الفرحه على وجوه هاد الناس. تابعونا الاسبوع المقبل في البرايم الخامس مع تحدي خير صنعه. كونوا في الموعد. قدم لكم هذا البرنامج من طرف مؤسسة دار صانع. الصناع التقليديين عازمين يكبروا. البنك الشعبي نكبروا جميع.